اسمه ليبيريا. انا لعبت كان عندي كسر لحد دلوقتي، انا عامل لي مشكله في انكل رجلي في تصفيات كاس عالم 90، عندي انكل رجل الكسر شرخ فيه. وكان في مباراه مع ليبيريا، كان مباراه كينيا هناك، وبعديها ب 10 ايام هيبقى في مباراه ليبيريا. وكابتن جوري فضلت اتعالج وثلج وبتاع وما كانش باين، يعني مش باين. انا مش عايز اقول له ان يعني كابتن جوري شايف ان انا مش قادر ادوس على رجليا، بس كان عنده امل اني بالثلج مع العلاج مع الكابتن علاء شاكر بتاع ان انا ابقى كويس. حتى خدت حقنه مسكن قبل المباراه عشان العب، فالحقنه خلت كمان الوجع بتاع الشرخ مع الحقنه في بطن السائل بتاع في بطن رجلي، بقيت واقف على رجلي يمين بس. في السلام الوطني كنت واقف على رجلي يمين، مش قادر احط رجلي على الارض، ولعبت المباراه كامله. انا في وقت من الاوقات لعبت وانا تحت 40، بس كان بعلم الجهاز الفني، يعني كان بعلم. كان انا وقتها انا فاكر كان ماتش السنغال ده، انا كنت بلعب وانا تحت 40، الماتش اللي هو كان ميدو جاب فيه الجون، كان لسه ميدو طالع وكده الماتش ده، بس كان على علم كابتن جاي. وكان وقتها كان الدكتور الفريق الدكتور احمد ماجد قال له صعب يلعب، قال لا انا هلعبه وكده ولعبت. لا ماتشات كتير لعبت وانا مصاب طبعا، وتألقت فيها ومش وظهرت فيها بشكل كويس. لا كتير يعني. ما فاكر مباراه مثلا الاسماعيلي في نهائي كاس مصر، كنت مصاب وكسبنا الاسماعيلي 3-1 وخدنا كاس مصر، بس اللي هو كان مصاب بس عندي القدره ان انا استحمل. يعني انا اتصبت اصابه قويه جدا في حياتي، كسر في الجمجمه في ماتش افريقي، وبعد كده في ماتش مصر الزمالك والترسانه فرقت معايا، قعدتني حوالي قعدت شهر جوه المستشفى نفسها ما اخرجش من الاوضه، وقعدت شهرين علاج طبيعي، ورحت لاعب فاينل افريقيا 86 جبت الجونين، رغم ان هم حذروني الدكتور رفض ان انا انزل الملعب وقال لي مش هنقدر نعمل لك حاجه، ان انت لو اتخبطت في راسك ممكن ما تشوفش تاني.